طلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث من وحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق نسألك الله أن تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة نجاه يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه